السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتكلم على بعد ما أخدنا الفانكشن الأساسية البسيطة إن إحنا ننشئها ونسترعيها، هناخد خطوة بقى في الفانكشنز إزاي نخليها تستقبل inputs أو arguments ليها أو parameter ليها. فأنا ببدأ برضو بcreate function وهديها مثلا وليكن function مثلا name، إحنا عملنا 2 خلي دي 3 مثلا، وهنا هو ما بين الاقواس دي عايز اعمل ايه؟ عايز احدد ان في انبوت المفترض يتاخد، فانا اسميه مثلا ارج 1 مثلا، ارج ارجمنت 1 يعني اول واحد هيتاخد، اول قيمه هتتبعت ليه مثلا ولتكن انت، وحددت الداتا تايب بتاعها. طبعا انا ممكن اقول انت على 10 على 2 على 3 على 4، انا اقدر احدد الداتا تايب خلاص، خلينيها انت خلاص. وقلنا كده احنا عندنا فانكشن اسمها فانكشن نيم 3، ودي ارج 1 ودي الانبوت بتاعها ونوعه انت، وبتريتيرنز تعال نحدد الريتيرنز، هقول بتريتيرنز انت برضو وليكن يعني مش انت انت، وببدا زي ما اتفقنا ببيجن خلاص، وبقفل بايه؟ بانت. والديليمتر بتاعي بحدده وليكن 2 دولار ساينز، فاعمل هنا ديليمتر واقول له 2 دولار ساينز، خلاص اتفهمت ان نهايه الجمله كلها هتبقى 2 دولار ساينس، ياخدها كلها على بعضها وينفذها. طيب انا اللي محتاجه ان انا هعمل ريتير وليكن الارجمنت الاولاني ده اللي انا عرفته فوق مضروب مثلا في 2، يعني بجيب المضاعفات بتاعه الرقم تمام. فانت هتبعت لي اي رقم، هتبعت لي 4 ارجع لك 8، هتبعت لي 10 ابعت لك 20 كده يعني. فكده انا عملت ايه اللي زودته في الفانكشن ده على الفانكشن اللي فاتت؟ ان انا بس عملت كده ارج 1 انت وبتريتيرن انت، وفي الحاله دي انا استخدمت كمان الارجمنتس اللي اتبعت لي كانبوت للجمله يعني. طيب تعالى بينا نقول جو، فقال لي ان الجمله طلعت سليمه واتنفذت مفيش مشكله، خلينا ناخد الجمله هنا. طيب عايزين نستدعي الفانكشن 3D، فاقوم داخل على اس كيو ال واقول له انا عايز اسلكت function 3 وابعت له مثلا 4، فالمفروض يرد عليا بايه؟ 8. ادي الايه؟ ادي select function 3 واديناها 4 رجعت لي 8 تمام، فبتجيب لي الايه؟ الضعف. طبعا اللي انا عايز اقوله طبعا انا ممكن طبعا استغل دي في اكتر يعني باكتر من يعني طبعا القيمه هنا طبعا خلاص بقت متغيره مفهوم طبعا، يعني لو قلنا 10 المفروض الريترن ليا 20. طيب مش بس كده، احنا مفترض بنعمل الفانكشنز دي عشان نقدر نستغلها جوه الـ يعني الداتا اللي موجوده في الداتابيز. يعني بمعنى اخر لو انا مثلا على سبيل المثال عندي حاجه تشيل الارقام بس مش عارف ايه مثلا في الداتابيز اللي عندنا مثلا، وليكن ان احنا نروح نشوف كده التيبلز اللي عندنا. عندنا دي طبعا هتلاحظوا ان احنا عندنا التيبلز بقى طلع عندنا حاجه اسمها فانكشنز اهي فوق التيبلز، يعني مجموعه التيبلز بقى عندي زي ما طلع لي الفيوز، بقى عندي كمان فانكشنز لان بقى الداتابيس فيها فانكشنز، وبلاقي بقى فانكشن 1 فانكشن 2 اللي انا كنت بجربهم يعني. فدي ايه التيبلز اهي. فانا عندي مثلا الستودنت في حاجه رقميه، ما فيش حاجه نمبر، عايزين مثلا التيتشر مثلا نشوف التيتشر لو في حاجه نمبر ممكن نشتغل عليها. سالري، مع ان السالري مش انت، بس خلينا نقول ان احنا والله هنيجي نقول سيلكت مثلا teacher dot مثلا teacher id teacher dot teacher name، كفايانا عايزين السالري teacher dot salary، كل ده from teacher. وتعالى نقول ايه احنا محتاجين السالري ده، ان انا عايز انادي على function name 3 صح كان اسمها كده، وتاخد الايه الانبوت بتاعها هو السالري خلاص، تاخد الانبوت بتاعها هو مين؟ هو السالري. وتعالى طبعا بكتب تيتشر ليه قبل كل كولوم عشان بس انا مش فاكر اسماء الفيلدز، فبيساعدني بس في الكتابه مش اكتر. فعلى العموم بقى عندي عندي فور كولومز نجرب بس مفترض كده بس نشوف بس هيقبل الرقم فلوت يقص مثلا يعني يعمل يستبعد الجانب الفراكشن ولا لا. فتعالى بينا ايه نجو، ف
تمام. فقال لي بص على النتيجة، قلت له ماشي بس مش شايفين النتيجة، نصغر. 15000 ضعفهم لي بقى ب 30000، 15 بقوا 30، 17 ب 34، ال 20 بقوا 40، ال 10 بقوا 20، واخدين بالكم؟ فالفانكشن هنا بقى ايه؟ بتشتغل معايا على كل انبوت. فالانبوت اول مره بتاع اول واحد سالري تشتغل عليه، ثاني واحد، ثالث تشتغل عليه. فطبعا كده انا بقدر اطبق يعني دي فكره الفانكشن، ان انا عايز اعمل حاجه بتشتغل على الداتا اللي عندي. فانا في الاول وفي الاخر هشغلها معايا على الداتا بنفس الايه؟ بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا عملنا فانكشن ليها ارجيومنتس او ليها انبوتس او ليها بارامترز، وقدرنا نستدعيها، وقدرنا نستخدم الارجيومنت ده جوه الكود، وقدرنا كمان ان احنا نشغل الفانكشن دي على الداتا اللي موجوده عندي ايا كانت في تيبل او في غيره، على حسب نوع البيانات اللي مرسل.